مشاهدينا في المملكة العربية السعودية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أجواء مستقرة طيلة أيام هذا الأسبوع تقريبا، لكن هناك انخفاض واضح على درجات الحرارة في المناطق الشمالية وبعض الأمطار في المناطق الجنوبية الغربية، وإليكم التفاصيل بعد الفاصل. مشاهدينا أهلا وسهلا بكم مرة أخرى. نبدأ باستعراض الأحوال الجوية خلال أيام هذا الأسبوع بدءا من يوم الأحد. يوم الأحد أحوال جوية باردة نسبيا في المناطق الشمالية وغائمة جزئيا، أيضا هناك فرصة لبعض الأمطار المتفرقة، والأجواء تقريبا باردة نسبيا إلى لطيفة في أثناء النهار في المناطق الشمالية، لكنها باردة إلى شديدة البرودة أثناء الليل. المنطقة الشمالية الغربية العظمى المتوقعة 16 والصغرى 5، المنطقة الشمالية الشرقية 13-6، أما المنطقتين الشرقية والوسطى فأجواء لطيفة في النهار تميل إلى البرود ليلا. المنطقة الشرقية العظمى 23 والصغرى 15، المنطقة الوسطى 22-12، أما المنطقة الغربية فأجواء معتدلة نهارا لطيفة ليلا، العظمى 27 والصغرى 20، أما المنطقة الجنوبية الغربية 18 إلى 10 درجات مئوية. يوم الاثنين أجواء أيضا مشابهة كأجواء يوم الأحد، أجواء باردة نسبيا إلى لطيفة أثناء النهار في المناطق الشمالية لكنها باردة ليلا. المناطق الشمالية الغربية العظمى 17 والصغرى 6، الشمالية الشرقية 15-7، أما المنطقتين الشرقية والوسطى فأجواء لطيفة أثناء النهار تميل للبرود ليلا، المنطقة الشرقية 22-14 والوسطى 23-15، أما المنطقة الغربية العظمى 27 والصغرى 20، أجواء معتدلة نهارا لطيفة ليلا، والمنطقة الجنوبية الغربية 18 إلى 10 درجات مئوية. يوم الثلاثاء أيضا أجواء باردة نسبيا وغائمة جزئيا في المناطق الشمالية مع فرصة لبعض الأمطار المتفرقة. الشمالية الغربية العظمى 15 بارد نسبي، والصغرى 3 أجواء باردة أثناء الليل، وأيضا المنطقة الشمالية الشرقية 16 إلى 5 لطيفة إلى باردة نسبيا نهارا لكنها باردة ليلا. المنطقتين الوسطى والشرقية أجواء لطيفة أثناء النهار تميل للبرود أثناء الليل، المنطقة الشرقية 23 والصغرى 16، المنطقة الوسطى العظمى 27 والصغرى 15، أما المنطقة الغربية أجواء معتدلة نهارا لطيفة ليلا 27 العظمى والصغرى 18، أما المنطقة الجنوبية الغربية أجواء غائمة جزئيا مع فرصة لسقوط زخات متفرقة من المطر، العظمى 17 والصغرى 10 درجات مئوية. يوم الأربعاء استمرار الأجواء باردة أثناء النهار إلى غائمة جزئيا في المناطق الشمالية وباردة إلى شديدة البرودة أثناء الليل، وأيضا هناك فرصة لبعض الأمطار المتفرقة في بعض المناطق الشمالية. العظمى المتوقعة في الشمالية الشرقية 13 أجواء باردة نسبيا، والصغرى 4 أجواء باردة، كذلك المنطقة الشمالية الشرقية 13 إلى 4، أما المنطقة الشرقية أجواء لطيفة نهارا وأيضا أثناء الليل بتكون لطيفة إلى باردة نسبيا، العظمى 26 والصغرى 16، المنطقة الوسطى 25 أجواء لطيفة أثناء النهار تميل إلى البرودة أثناء الليل، 25 العظمى والصغرى 14، والمنطقة الغربية أجواء لطيفة بشكل عام، العظمى 25 والصغرى 17، والمنطقة الجنوبية الغربية غائمة جزئيا مع سقوط زخات متفرقة من المطر، العظمى 18 والصغرى 10 درجات مئوية. يوم الخميس إن شاء الله أيضا تستمر الأجواء باردة نسبيا أثناء النهار ولكنها باردة إلى شديدة البرودة أثناء الليل، العظمى المتوقعة في المناطق الشمالية الغربية 13 والصغرى 4، الشمالية الشرقية 13-4، أما المنطقة الشرقية معتدلة إلى لطيفة نهارا وأيضا لطيفة أثناء الليل، العظمى 22-17
والمنطقة الوسطى لطيفة نهارا تميل إلى البرودة ليلا 21 إلى 13، والمنطقة الغربية لطيفة نهارا تميل إلى البرودة قليلا أثناء الليل العظمى 24 والصغرى 17، والمنطقة الجنوبية الغربية أجواء غائمة جزئيا مع فرصة لبعض الأمطار المتفرقة أحيانا العظمى 16 والصغرى 9 درجات مئوية. يوم الجمعة إن شاء الله أجواء باردة نسبيا غائمة جزئيا في المناطق الشمالية الغربية العظمى 14 باردة نسبيا لكنها باردة أثناء الليل الصغرى 5، المناطق الشمالية الشرقية باردة نسبيا نهارا باردة ليلا 13-14، والمنطقتين الشرقية والوسطى أجواء لطيفة نهارا باردة نسبيا ليلا العظمى في المنطقة الشرقية 21 والصغرى 13، المنطقة الوسطى العظمى 19 والصغرى 10، أما المنطقة الغربية لطيفة بشكل عام العظمى 24 والصغرى 19، طبعا مع ظهور بعض السحب على ارتفاعات مختلفة في المناطق الشرقية والوسطى والغربية أيضا. أما المنطقة الجنوبية الغربية أجواء غائمة جزئيا مع فرصة لسقوط أمطار متفرقة أحيانا العظمى 15 أجواء باردة نسبيا أيضا بشكل عام والصغرى بحدود 10 درجات مئوية. مشاهدينا شكرا للمتابعة، نترككم في أمان الله.